ما نسيب رمضان واجب عليا، واجب اشكر المجموعه اللي عملت لكم ال30 حلقه دول، والله تعب وتعب، والله اشهد الله لا يقدر، يعني تعب شديد جدا. انا هقول اساميهم واحد واحد عشان كل الناس تعرف ان احنا يعني بنقدر هؤلاء الناس رغم انهم ما طلعوش على الشاشه. حسن حواش ده مسؤول الانتاج، المصورون هشام الغول، ادم سيد، هيثم عبده، ثلاثة مصورين تعالوا شوفوا بيعملوا ايه. الفنيين محمد فؤاد، اسلام كرم، محمد سيد، تعال شوف الفنيين بيعملوا ايه في ضبط الضوء، في ضبط الضوء، بس نقعد مثلا ساعتين نظبط الضوء عشان يطلع اطلع بالمنظر ده. خدمات انتاجيه محمد عبد الله، المونتاج رامي المصري. طبعا يعني لا يمكن ننكر فضل الاستاذه غاده زين العابدين المعده لهذا البرنامج، كتر خيرها. المخرج الجميل اللي هو ابتدينا كان مخرج بس دلوقتي بقى صديق عزيز جدا جدا، سامح خضير، ربنا يبارك له في زوجته وولاده وعمله. ربنا ما بيبارك في العمل، بيبارك بطريقة غير عادية، غير عادية. ليه؟ الإخلاص. كل الدكاترة، يا دكتور حسام احنا عايزين نبقى دكاترة كويسين وبتاع، بقول لهم ايه؟ ابعت الإخلاص ينزل لك التوفيق، ابعت الإخلاص ينزل لك التوفيق. سامح وغادة وكل العاملين بعتوا الإخلاص، الحمد لله الحلقات دي كانت قمة التوفيق بفضل الله. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله.